معانا الصور دلوقتي طبعا متصوره بالموبايل، صور للمكان اللي حصل فيه، الدنيا كلها زحمت، وده بيتسمى تجلي السيده العذراء. وعلى فكره دي مش اول مره، السيده العذراء طبقا لاخواننا المسيحيين وطبقا لاحداث تاريخيه كثيره تجلت في عدد من الكنائس في اماكن مختلفه في مصر. وعلى فكره ظاهره تجلي السيده العذراء ليس مقصورا على مصر، له يعني اخبار بتاتي من دول العالم كله، يعني طبعا هتلقى في ايطاليا وهتلقى في فرنسا وكثير من الناس، وناس كثير بتستنى هذا الوقت التجلي اللي بتحصل فيه معجزات، طبقا ايضا لكثير من الروايات وروايات اخواننا المسيحيين بالتحديد، انه مثلا ممكن واحد يبقى مشلول فيقف على رجليه، واحد يبقى اعمى فيبصر لانه تجلي. وانتوا زي ما انتوا حضرتكوا شايفين انه ابتدى الامن ينظم هنعمل ايه، الامن لازم ينظم المكان. قال ان انت بتتكلم على الاف والشوارع، الشارع مليان طبعا ومنطقه على الكورنيش 3 صباحا، الكلام ده قرب الفجر. بالظبط كده. وهذا التفسير اتعمل فيه كتب، هو ايه الطاقه دي، يعني ما هي هذه الطاقه، هل هي روح، هل هي شبح؟ شوف الناس واقفه فين عشان تتابع، يعني يمكن ده مش اول مره، يمكن من كام سنه كان حصل في كنيسه في حلميه الزيتون. بالظبط. وقعدت الناس تيجي من البلاد على مستوى الجمهوريه، الناس بتيجي عند حلميه الزيتون عشان يشوفوا تجلي او ظهور. على فكره طبعا العذراء، خدوا بالكم ان احنا في ايام مباركه جدا بالنسبه لاخواننا المسيحيين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في حركه غير عاديه، هي مش حركه نور يعني مثلا، انا عارف طبعا في ناس كتير هتقول ايه ان ده تاثير اضاءه، ولكن حضراتكم شايفين الاضاءه اللي موجوده ديت تاثيراتها غير منتظمه، وعشان كده اخواننا المسيحيين دايما يقولوا كم هنشوف تاني كمان ظهور اخر، هنشوف مع بعض زي ما شايفين الناس موجودين على السطوح اهو اهو، شايفين انتقلت الى مكان اخر زي ما حضراتكم شايفين بين الصليبين. هذه الهالة من النور، يقول اخواننا المسيحيين ان هذا هو التجلي للسيدة العذراء. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في حركة غير عادية، هي مش حركة نور يعني مثلا، انا عارف طبعا في ناس كتير هتقول ايه ان ده تأثير اضاءة، ولكن حضراتكم شايفين الاضاءة اللي موجودة ديت تأثيراتها غير منتظمة. طبعا زي ما حضراتكم شايفين في حركة غير عادية، هي مش حركة نور يعني مثلا، انا عارف طبعا في ناس كتير هتقول ايه ان ده تأثير اضاءة، ولكن حضراتكم شايفين الاضاءة اللي موجودة ديت تأثيراتها غير منتظمة. هي ليست منتظمة، هي لا يعني مش مثلا انتوا شايفين اضاءة الصلبان هي اضاءة منتظمة، ولكن دي اضاءة غير منتظمة تدل على طاقة كبيرة موجودة في المكان. الطاقة دي ايه اخوانا المسيحيين هم اللي بيفسروها مش احنا، يعني يعني ممكن ان هو يكون ده التفسير الاقرب للاخوان المسيحيين، ولكن في تفسيرات كثيره طبعا، وفي ناس عملت دكتوراهات والاخره وصوروا وصور فوتوغرافيه، لو رجعت الكتب داخل الكنائس هتلقوا صور كثيره للسجليات على مدى مئات السنين.